قناة بندر العتيل. ليش يا ضيوف الحفل جتكم منيرة؟ انثور الورد صارت بنت ابوها عروس، يا عساها مبارك يا سموها الاميرة. يا منيرة زهيت في جديد اللبون، يا مكاسر بخور العود وريحات عبيرة، يا عسى فارجال افراح يا العايطة مو البذالي عالي عالي وانتنا حلوة مثيرة مشتهر بس ما حل العد وحاكمه كل ربعاني وقت النايب بهجة استشيرة أشهد إنه يجمع الراس والروس يروس لا تعزود منير بس يوفى شطيرة دامة وإخوانها مثل الأسود العموس البذالي عالي عالي الصغيرة والكبيرة مستواها محتواها ما نجي الضرب معكم لا 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 فالمراجل وفعل الطيب كلن يديره ما يذم الرجال الا ضعاف وقتها ما اطرهم الطبيلة جات سيره بالكرم والفخر والمجد تعطي دروس عندي مطرح شريده كل خير وخيره والحلاوه اللي باقى والكمال مغروس عندي مطرح شريده كل خير وخيره والحلاوه كمال مقرو البذالي عالي عالي وانتنا حلوة مثيرة مستواها محتواها ريحة البن محمو لوليش يا ضيوف الحفل جتكم منيرة انثور الورد صارت بنت ابوها عروس يا عساها مبارك يا سموها الاميرة يا منيرة زهيت في جديد اللبون يا مكاسر وانتنا حلوة مثيرة مستواها محتواها ريحة البن محمو بنت شيخ كبير الجاه يسوى عشيرة مشتهر بس ما حل العد وحاكمو كل ربعاني وقت النايب بهجة استشيرة اشهد انه يجمع الراس والروس يروس لا تعزود منير بس يوفى شطيرة دامة واخوانها مثل الاسود بالكرم والفخر والمجد تعطي دروس عندي مطرح شريدة كل خير وخيرة والحلاوة اللي باقى والكمال مغروس عندي مطرح شريدة كل خير وخيرة والحلاوة اللي باقى والكمال مغروس البذالي عالي عالي وانتنا حلوة مثيرة مستواها قناة بندر العتيبي.